رد بسيط على اللي قال مساحه التحرير فارغه او ما بها احد. قبل قليل قالوا اكو اتحاديه دخلت من جهه السعدون حتى تفرق المتظاهرين والشباب اللي تزعل. احنا البس الله يحلو كل شيء، كنا محزونين والله عم حاجين على نفسنا، ما اريد اطلع ما اريد اطلع، عم حاجين على نفسنا. هذول الشباب شوفوا ما نمشي كل ما هنالك حجرنا على نفسنا. يا بشر يا زلمه يا مرأة، حفاظ علينا حفاظ علينا، حجرنا على نفسنا. يعني هذول شباب اكتوبر، هذول الابطال.